رجعنا بعد الفاصل ومعانا حوار جديد ولقاء حصري، وهيكون عنوان فقرتنا دلوقتي الإدارة والهندرة. طيب إيه الإدارة والهندرة؟ ده اللي هنعرفه مع الأستاذ مصطفى عبد العظيم، خبير وباحث في الاقتصاد والإدارة وتنمية الموارد البشرية. وبضيف ان انا معايا الاستاذ صقر طه، شاعر وشاب من الشخصيات الجميله جدا اللي مهتميه بدورها واهتماماتها الثقافيه والابداعيه المختلفه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا، ازيك يا استاذ؟ اخبارك؟ كويس الحمد لله، تمام. اتشرفنا بوجودك معانا النهارده وان احنا نتكلم في موضوع زي ده. وانا سعيد جدا جدا ان انا موجود في القناه. اهلا بحضرتك. أهلاً، تحياتي صقر. تحياتي ليك. انا اولا سعيد جدا ان انا النهارده مع حضرتك في البرنامج. عرفت من نفسي، انا اسمي صقر طه، طالب في ثانوي عام. بحب الثقافه وبحب الشعر، ابتديت ان انا اكتب شعر وبلقي شعر. ما فيش حد بينجح من اول مره. ابتديت في ابتدائي، دخلت مسابقات، بعد كده ابتديت ان انا اخد مراكز على مستوى الاسكندريه وعلى مستوى الجمهوريه، بعد كده بجانب ده كله كان الرياضه. اصدقائنا في اسكندريه. شكرا لحضرتك كتير. بعد كده ابتديت ان انا ابقى في الرياضه، بحب الرياضه جدا، كونغ فو، الكاراتيه، جمباز، ما شاء الله في تنوع يعني. بعد كده ابتديت ان انا اعمل بحوث علميه، عملت بحث عن السجاير والتدخين والادمان واسبابها. وعملت بحث كمان عن الوقود الحيوي، ده لان دلوقتي الوقود الحيوي بيبقى مهم جدا، لان الوقود الاحفوري احنا دلوقتي بدانا ان احنا نستخدم الوقود البديل بدل من الوقود الاساسي. تمام، ده حاجه جميله كمان ليها علاقه بفقرتنا الاولى. بس احنا النهارده معانا الاستاذ مصطفى عبد العظيم. احنا مهتمين جدا لان فكر جديد، شخصيه مش سطحيه ابدا. استاذ أكيد. مصطفى أكيد. شجعتني جدا ان انا اتناول مثل هذه الموضوعات، الاداره والاقتصاد، مش في مصر بس في العالم كله. دي ركيزه مهمه جدا للصعود وللتقدم ولمواكبه العالم بالشكل المناسب. حضرتك عرفنا بالاداره بشكل عام وخصائص الاداره او الاداره الناجحه، عناصر الاداره الناجحه. اتفضل يا فندم. الإدارة حضرتك أولا، الإدارة عبارة عن معنى صح، يعني من المفهوم بتاعنا الثاني، الإدارة عبارة عن حالة اجتماعية ومستمرة تعمل في استغلال الموارد المتاحة كاستغلال مباشر تلقائيا، عن طريق التخطيط، طريق الرقابة، طريق القيادة، طريق الهدف، يعني الوصول إلى هدف معين نحو اتجاه الجمهور. حضرتك بتقول الخطة نفسها بتبقى محددة هدف في البداية. هدف معين يعني محدد، يعني بالتنظيم الاداره نفسها يعني. تمام يا فندم. وبالنسبه للفرق بين الاداره الناجحه والاداره الغير ناجحه، حضرتك كلمني في النقطتين دول ومن رؤيتك كمان وخبرتك، مش مجرد كلام علمي. ايه اسباب عدم نجاح اي كيان، سواء هو مؤسسه او شركه او بنك او وات ايفر، يعني الكيان ده ايه؟ ايه هي عناصر النجاح عامة للكيان كله؟ بالنسبة لحضرتك الإدارة الناجحة الأول بتتخذ يعني حاجات التقارب. أو حضرتك وضح خصائصها الأول أو الأدوار اللي بتكون موجودة في الإدارة، اللي هي على أساسها لو كانت تكتمل في نجاحها كل جزء منها أو كل دور منه. حضرتك تقصدي وظائف الإدارة؟ تمام، ده اللي بنقوله. أول حاجة يعني بيلخصها في خمس بنود حضرتك. أول حاجة اتخاذ القرار، إدارة التنظيم. جميل. إدارة الرقابة والقيادة حضرتك. تمام. واللجوء إلى هدف محدد وهدف معين بمعنى صح. جميل جدا. طيب ندخل على موضوع الهندرة. أنا بعض الناس لما أعلنت عن الاسم العنوان بتاع الفقرة قالوا لي إيه هي الهندرة؟ هي الهندرة حضرتك يعني ظهرت في التسعينات، هي كلمة غريبة شوية حضرتك. تمام. هي حضرتك يعني إيه؟ هندسة الإدارة. اسمها هندسة الإدارة، بس المسمى العربي بتاعها شوية يعني اسمها هندسة الإدارة، بمعنى ظهرت حضرتك في القرن التسعين، وتعتبر هي عبارة عن ركيزة أو محتويات أو كائن حي بمعنى صح فيما بتحتوي به الإدارة، فلسفة الإدارة والاتحادات كلها بمعنى صح، فيها يكون منطبط بإيه؟ بالإدارات الأخرى وفشل الإدارة وسياسة الإدارة معايا. تمام. كل دي بيتخذ فيها كل قرارات تانية تنمية الموارد البشرية بمعنى صح. يعني. تمام. طب حضرتك بالنسبة للكيان، ايه الخلل اللي بيحصل؟ اكيد لو حصل في جزء او في دور من الادوار اللي حضرتك بتذكرها، ده ممكن يؤثر بشكل كبير على تحقيق المستهدف من المؤسسة او النجاح بتاع ككل. انا قلت حضرتك قبل كده، قلت اهم حاجة
عايز تأسس صح او تبني صح تمام للموظف. الموظف ليه؟ سؤال بقى بيطرح نفسه ليه بقى؟ لان حضرتك الموظف يعتبر هو اساس المنشاه، عاوز تبني صح لازم تهتم بالموظف، لان الموظف هو حضرتك، هو حضرتك هو اللي بيجي يعني بيجيب العميل، بيروج العميل بمعنى صح، بيجيب المستهدف نفسه اللي بيعم طبعا وبيحقق الثقه للكيان كله للتعامل معاه. تمام. اهم حاجه الموظف، لازم الموظف اديله دفاعيه حضرتك، لازم احفزه، لازم الموظف يكون بيحب الابتكار، يحب الابداع، يحب التميز، اهم حاجه دي الموظف نفسه. في ناس فاهمها منظومه ثانيه بمعنى صح، لان يقول لك ايه الموظف عمره ما يجيب، لا الموظف بيجيب حضرتك العميل بمعنى صح تمام، وبعد كده ايه بيحقق من خلال العميل المستهدف بتاع زي ما قال استاذ مصطفى. جدا انا بقطع في الكلام دلوقتي، انا بقول زي ما قال الهيكله او الهندره هي حاجه، ان انا اي حاجه وقعت، شركه وقعت او حاجه زي كده فيها مشاكل، الهندره بتحاول تعيد الهيكله بتاعت الموضوع ده. يعني الهندره دي مجرد زي هيكل بيعيد الاساس، بيعيد بناء الحاجه دي، وتعلم من الاخطاء السابقه. بتعلم الاخطاء السابقه واحاول اعالجها. ازاي احاول اعالجها؟ الهندره المشاكل دي مثلا كان عندي مشكله كذا كذا في شركتي، لا دلوقتي انا هحاول المشكله دي، انا هحاول اعالجها بطريقه وباسلوب وبابداع. واهم حاجه زي ما حضرتك قلت بالظبط، ده جانب الابداع ده ليه علاقه بالثروه البشريه او الموظفين اللي ذكرها الاستاذ في البدايه. ايوه فعلا. ان انا احاول اعالجها، وزي ما حضرتك تستثمر الطاقه بتاعت العاملين نفسهم. فعلا زي ما استاذ مصطفى قال بالظبط، الموظف هو عليه عامل واساس كبير. ليه؟ لان هو الموظف لو بيحب عمله وبيحب شغله هيبتدي ان هو يبقى عنده ابداع في ويدي اراؤه، لو عطى اراؤه بابداع واخلاص كل حاجه والدنيا هتتطور وهيبقى فيه حسن في جميع الاشياء والاعمال اللي احنا فيها. تمام. يمكن حضرتك الكلام ده كله في منتهى الجمال، لان متهيألي كل حد بيشوفنا دلوقتي، كل حد بيشوفنا وبيشوف حلقتنا دي بيستفيد من الكلام ده كله بشكل او باخر عن النجاح، النجاح في العمل. لان احنا بنقوم بادوار مختلفه، يعني المدير، الاستاذ، الموظف، صاحب الشركه، كل الناس دي كلها لازم كل واحد يبقى عارف هو المفروض يعمل ايه وحقوقه وواجباته ودوره يتقدم ازاي بالطرق المثاليه. اتكلم مع حضرتك على نقطه جميله جدا عن فلسفه الاداره الحديثه. يمكن البعض قرأ في هذا الموضوع، بس احنا من حضرتك هنفهم اكتر عن الإدارة الحديثة. اهم حاجة حضرتك الابتكار. اهم حاجة الابتكار، لازم الانسان يكون مبتكر بمعنى صح، يكون مبدع. لازم اضيف للإدارة بمعنى صح، يعني ادرس دراسة الجدوى او دراسة المشروعات او دراسة المشروعات لتنمية الصغر بمعنى صح، ولازم اقدم حاجة حلوة للمؤسسة اللي انا اقضي عليها. لازم اطور، والتكنولوجيا يعني التحول من الصناعه الى التحول الى نظم المعلومات مثلا. تمام. ثاني حاجه حضرتك يعني قصدك البحث في ده ومحاوله تطبيقه، دي تعتبر فلسفه الاداره. بدل التحديات. يعني كل ما هو جديد حضرتك بقبل التحديات حضرتك، زي ما قلت حضرتك بقبل التحديات على اصرار ان انا لازم اركز في حته معينه عشان احقق مستهدف معايا لأي مؤسسة أو شركة، وأبعد عن حاجات الصعوبات اللي بتقابل المنظمات التانية. طيب احنا نقول حتى في مصر أو في أي مكان تاني حبوا يستخدموا ويبدأوا يطبقوا نظام الهندرة، بس مش بشكل علمي أو بشكل صحيح، فإحنا بقى من ساعتها بتبدأ تنشأ ليه مشكلات الهندرة، اللي هو النظام الإداري اللي هو ليه أصول زي كل حاجة. بتقول لهم ايه، او انت شايف ليه بيحصل الاخطاء دي، وازاي اللي وقع في الاخطاء دي يحاول يستفيد من الهندره بالشكل الصحيح ازاي؟ حضرتك الهندره دي حضرتك اولا اكتشفت حاليا بره، مش عندنا هنا حضرتك. تمام. كانت ايام الصناعات اليدويه حضرتك 1919 بدا حضرتك، كان كل صاحب عمل هو اللي كان بيدير حضرتك، يعني المرتبات بتاع الموظفين ويدير العمل نفسه، حضرتك نفسه يعني كل حاجه كان هو المسؤول الشخصي نفسه. بدأوا يلتقوا حاجة بقى حضرتك مع التكنولوجيا ومع المعلومات، بدأوا يتقدموا يعملوا إيه بقى حضرتك؟ يعملوا حاجة اسمها تنمية الموارد البشرية حضرتك، بدأت كل حاجة تخص التنمية البشرية، شؤون التوظف حضرتك، شؤون الأجور والمزايا حضرتك، شؤون فلسفة الإدارة المعنوية واتحاد الإدارة والشركات المساهمة
والخصخصه معناها صح يعني. جميل جدا، ودايما العنصر البشري بيلعب دور كبير. اكيد العنصر البشري اهم حاجه. كلمنا حضرتك. اتفضل. العنصر البشري هو الركيزه الوحيده او الفكر نفسه للشركه نفسه، هو العنصر البشري يعتبر هو راس المال الحقيقي لاي شركه معنا صح. راس المال دي كلمه طبعا تعبير جميل جدا. لا العنصر البشري هو الركيزه الوحيده، لان طالما في عنصر بشر حضرتك يبقى في تقدم بمعنى صح، هو الركيزه الوحيده للشركه كلها بمعنى صح، او المؤسسه في تلك الحالتين يعني بمعنى صح. تمام، يعني احنا بنعمل دعوه حتى لكل الشركات، كل المؤسسات العامه والخاصه، ان احنا ندي فرصه للعاملين ان هم يقدموا ابداع في مجالهم او يبتكروا، ونستفيد من ده ويبقى النجاح مشترك زي ما قلنا، لان كل واحد قام بدوره بالشكل الامثل او كان حريص على ده، اكيد هيكون النجاح حلفنا كلنا. بالنسبه لحضرتك يعني حابه يعني نتكلم الشباب عامه، بتنصح ايه كل حد انا عايز ادخل في مشروع، انا معايا مبلغ كذا او عايز اعمل كيان جديد وابقى انا اللي كده، تنصحه بايه؟ ايه هي عناصر النجاح في عمل اي مشروع؟ اي مشروع حضرتك مثلا بالتحديد يعني؟ اي مشروع استثماري اقتصادي حد عايز يبدا فيه او حتى يشارك فيه، يحرص على ايه؟ ايه النقاط اللي بالذات لما يكون في شراكه بقى كمان يخلي باله من ايه وايه؟ يعني مشروع جماعي؟ يا ابن حضرتك مثلا قال لك يا بابا انا عايز ادخل في مشروع، فمشروع ان انا يبقى فيه شراكه بيني وبين حد في المشروع ده اللي هيبقى له انتاج وهيبقى له فرص في النجاح او الفشل، فانت بتنصحه ينتبه لايه حتى في علاقته بين الشركاء؟ بالنسبه لحضرتك اول حاجه ببدا حاجه بدرس جميع نواحي المشروع نفسه، بشوف حضرتك بحسبها يعني بالورقه والقلم بمعنى صح. جميل جدا. عشان بشوف اول حاجه الوضوح. الوضوح اهم حاجه. ايه بحط اول حاجه الخساره الاول بصراحه يعني. ايوه مستريح معاك. تمام. الخساره الاول بنتظر سنه بحالها ما اخدش حاجه من المشروع الا بعد ما ايه نجاح بيولد نجاح حضرتك. ببدا ادرس جميع النواحي بتاع المشروع نفسه. جميل قوي. اسس المشروع نفسه حضرتك واشوف اللي الصعوبات اللي ايه او التقلبات اللي في السوق حضرتك حسب العرض والطلب حضرتك. ببدا بعد كده ابدا انشا المشروع وابدا اخد اتجاهاته كلها الثانيه بمعنى صح. وكمان الشباب عندنا دلوقتي، الشباب بقى فيه ابداع فعايزين حد ينميهم. أكيد. لما بيحب ان هو يخش في مشروع وكده لازم حد لازم يبقى فيه تنميه برضو من الدوله. قصدك الثقه يعني؟ الثقه. متردد في ثقه. دلوقتي ليه بيبقى فيه تردد؟ لا انت خش وحاول مهما فشلت، حتى لو كان في فشل في المشروع ده اكيد بعد كده انت بتستفيد من خبراتك ومن خبرات الجميع. فانت بتبتدي. بس الفشل مش سهل. اثره ممكن بعض الشخصيات ياثر فيها بشكل كبير لدرجه ان هو يبقى يعني زي يقول يتعقد او يبقى خايف من كل الناس. ايوه فعلا. الكويس ومن الوحش. النقطه دي مهمه جدا. استاذنك يا صقر، انا بشكرك ان انت يعني اثرت النقطه دي. واستاذ مصطفى انا في منتهى السعاده ان حضرتك اصلا جدير جدا اكتر حد انه يكلمنا في النقطه دي اللي بيخاف منها كتير قوي من اصدقائنا حتى اللي بيسمعونا دلوقتي، ان انا الثقه في الناس. معنى ان انا مره فشلت مع حد او اتصدمت في حد في مجال الشراكه في العمل، هل ده معناه ان انا اتوقف ولا ماذا افعل؟ لا شيء وارد حضرتك. مع حضرتك بقى المايك دلوقتي اتكلمنا. لا شيء وارد حضرتك. لازم حضرتك. ايوه حقيقي في اليوم اللي احنا فيه حاليا او على الساحه ما فيش ثقه. حقيقي حضرتك ما فيش ثقه. يعني انت قصدك ان الواحد حتى لو الموضوع ما في بنحسن النيه ده مطلوب، ولكن باصول العمل الطبيعيه يعني. لازم تكون حارس اولا، لان مش اي حد يعني ايه يعني خلاص يعني بقول لك ايه يبقى في وضوح بقى. ما لو في وضوح الواحد هيبقى مطمئن. لازم الواحد برضو يعني قبل ما يعمل صح او يبدو صح يعني طبعا. كل خطوه لها حساب بصراحه يعني. لان مش كل الناس وحشين، ممكن يكون فعلا ايوه في كتير ناس ما بتكونش مسؤوله او مش قد الثقه اللي احنا بنديها لها، ولكن في ناس كتير قوي ما ينفعش نعامل كل الناس حاجه واحده. اكيد هنقابل شخصيات تكون جديره بثقتنا وباحترامنا. كلمني يا صقر بقى بعد اذنك عن شباب الجيل بتاعك. انت بتقول انا في اولى ثانوي وانا ليه تطلعات مختلفه وكلام ده. صحابك انت عملت لقاءات مع صحابك؟ عملت لقاءات مع الاستاذه مديره اداره العجمي عندنا استاذه ناديه فتحي، كل الشكر والتقدير والاحترام ليها طبعا. بدايه الشباب دلوقتي بقوا يفكروا بطريقه فيها ابداع.
طبعا لازم بيبقى فيه التحفيز. انت قصدك على عده مستويات بقى؟ مش كل المستويات طبعا، قصدي تنوع في هذا الابداع. بيبقى فيه ابداع، بيبقى فيه عايزين حد ينميهم، بيبقى فيه تنميه وابداع. طب موضوع الفرصه، لما واحد بيقول لك انا عندي 40 سنه ولا 30 سنه وانا اصلا ما لقيتش الفرصه، مع ان انا عندي موهبه كبيره جدا جدا جدا، لازم تحاول. بتقول له ايه؟ لازم تحاول، لازم تفكر ان انت ازاي توصل لجهدك، انت المسؤول يعني توصل عن لهدفك. نجاح. انت المسؤول عن نجاحك، مهما حصل اي حاجه لازم يبقى عندك ابداع، لازم يبقى عندك تفكير. اهم حاجه ان انت يكون عندك اراده من جوه، يكون عندك عزيمه، ويكون ايمانك بربنا كبير. اهم حاجه الايمان بربنا والايمان الديني بربنا سبحانه وتعالى، واحنا ناخد قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. دي اهم راي حضرتك ايه لما استاذ مصطفى انك شايف نموذج من الشباب بيفكر بطريقة دي؟ بصراحه انسان مبدع بصراحه يعني. شكرا، ده انا سعيد جدا بالفقره ان استاذ مصطفى يعني انسان مبدع كتير بيفكر صح. شكرا لحضرتك، عنده جرأة ان يطلع على الشاشه. شكرا لحضرتك يعني كتير، عنده لباقه جامده جدا. شكرا لحضرتك، يمكن هو احسن مني بصراحه في اللباقه بصراحه. لا شكرا، انا سعيد جدا. شهاده انت تعتز بيها؟ لا طبعا، ده وجود حضرتك يعني يكفي، يعني دي حاجه كبيره جدا. انا بفتخر بيه جدا. شكرا جدا. انا سعيد جدا ان انا النهارده مع الاستاذ مصطفى. بصراحه 10 على 10. وانا سعيد جدا جدا والله بصراحه يعني. شكرا شكرا. مصر جميله، مصر جميله وفيها شباب كتير يستحق اهتمامنا، وان احنا نبقى فخورين بيهم. اتفضل حضرتك كلمني عن، عايزين نبذه كده عن حياه حضرتك وانت بقى في الشباب، فتره ان انت بتبتدي تبني مستقبلك وشايف المستقبل ازاي في المستقبل العملي. كنت بتفكر زي الشباب بتوع دلوقتي يعني، ولا كان الظروف مختلفه فانت كان عندك شكلت مستقبلك، او كانت احلامك وطموحك بتحاول توصل له بطرق مختلفه؟ انا حضرتك بحب القراءه جدا جدا، بحب اكون انسان مبتكر، انسان احب الابتكار، احب الابداع، احب التغيير عامه. ويا ريت كل الشباب زي صار كده. شكرا يعني كتير. يعني يحب التغيير ويحب الابتكار ويحب الحاجات دي. شكرا والله. انا سعيد جدا والله ان انا النهارده مع استاذ مصطفى واستاذه غاده، وكل الشكر والتقدير ليهم فعلا. ميرسي، تشرفنا بيك. كملي حضرتك. طبعا كملي. حضرتك كملي السؤال. انا بكلم حضرتك، كلمنا عن حضرتك وانت شاب، افتكر كده ملامح من حياتك وانت زي صقر او اكبر من كده كمان، يعني كنت شايف المستقبل ازاي؟ واكيد طبعا كانت الظروف مختلفه في الحياه عامه، بس انا بتكلم برضو في حاجه اسمها المبدا، في مبادئ اساسيه في حياتنا، في فكر واعي، في حاجه اسمها ايمان، ويمكن صقر اشار للنقطه دي اصدقائي. نتكلم، حضرتك كلمنا عن نفسك وانت صغير كنت شايف المستقبل ازاي، وهل انت كنت واضح طبعا حضرتك رجل عصامي وانت اللي بنيت نفسك ونجاحك، ولكن ادينا ملامح كنت شايف الدنيا ازاي، ومين شجعك مين لا، فكرت ازاي، اعتمدت على الاخرين، على الفرصه، على نفسك، الحاجات دي. انا معلش ان السؤال ده طبعا انا بتكلم حاجه خاصه، بس لو حضرتك تدينا ملامح جميله ناخدها قدوه ونتعلم منها. انا بصراحه يعني ثقفت نفسي بنفسي، ده اول حاجه. بدات اقرا كتير. بدات حضرتك جبت موسوعه الكتب بتاع ابراهيم الفقي رحمه الله عليه. جميل جدا العظيم. بصراحه ده هو قدوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد كده الخبير برضو الاداري استاذ محمد فتحي، وبرضه بقتدي يعني من الناس المحترمين جدا جدا. بدات اقرا عنه، كنت مؤمن بافكاره جدا جدا. لانه انسان يعني عايز الحاجات دي اللي انا قريتها لحضرتك، يا ريت تطبقها يعني، او مثلا معنا صح في المنظومات او في المؤسسات. للاسف الشديد انا الحاجات اللي انا قريتها كلها مش موجوده يعني عامه في او ممكن موجوده بشكل ظاهري او شكل صوره، مش موجوده اصلا حضرتك. يعني كل الحاجات دي مش موجوده. ايه بتتمنى تشوفه طيب منها في مصر؟ يا ريت اصلا كل عائلات تنميه الموارد البشريه دي يطبقوها في مصر، لان هي ظهرت اخيرا، بداوا يطبقوها في مصر حاليا مؤخرا، بس حاليا كانت موجوده فين؟ في دول الغرب بمعنى صح، بس طبقوها صح. احنا حضرتك طبقناها بمفهوم تاني. احنا بنستغل الاخطاء، بنستغل وجود حضرتك معانا ان احنا تبقى دي دعوه ان احنا نبدا نبص لقدام، نبدا نطور، نبدا يكون عندنا الجراه ان احنا يعني ندخل افكار جديده. يا ريت ونطبق فعلا، مش بيبقاش مجرد كلام، وده هيفرق كتير صح ولا لا؟ اتمنى حقيقي. اتمنى حقيقي. دول الغرب حضرتك متقدمين ليه؟ تمام، لان حضرتك بيطبقوا صح، احنا حضرتك بنطبق بعد. تمام.
حضرتك بتقول بنطبق بعد ايه؟ في تمام بنطبق بعد ما بالظبط، بس احنا ما بنشوفش العيوب الاول او السلبيات بمعنى تمام صح. تمام، يبقى ننتبه ل... ل... لكل السلبيات اللي احنا بنعملها. زي ما قلنا الهندره اصلا بتعرفنا ان مش عيب ان انت تغلط او ان يبقى في تجربتك الاولى مشكله، انت بتعيد بناء العمل كله من جديد وبتدي فرصه للي حواليك انك ايه يبقى نجاح مشترك من كل المجهودات ومن كل الافكار الجميله. استاذن حضرتك، طبعا اتشرفت بيك وسعيده بوجود حضرتك معانا جدا، وان شاء الله اتمنى يكون في لقاءات كتير جدا، لان في موضوعات كتير حضرتك جدير ان انت فعلا نطرحها ونناقشها وبشكل حصري وبانفراد. هنسمع صقر سمعنا حاجه من كلماتك. انا سمعكم قصيده عن القدس وعن شباب القدس وفلسطين. اولا انا بشكر كل الناس اللي كانت بتدعمني وكانت بتساعدني ان انا اوصل للمرحله اللي انا فيها دي. القصيده دي بعنوان معجزه للشاعر مصطفى الجزار. قصيدة بعنوان معجزة للشاعر مصطفى الجزار. في القرآن ربك قال للناس ادعوني علشان هو كريم وبيدي، وفي رمضان الناس بتصلي تملى الجامع في التراويح، وإمامهم يدعي ويعيط واللي وراه بيقولوا أمين. عارفين كانوا بيدعوا بإيه؟ كانوا كل صلاة بيقولوا يا الله رجع لينا صلاح الدين، يا الله ده احنا بشوق ومستنين، يا الله لو جالنا هنقوم واقفين ونحرر شعب فلسطين، يا الله بس يجينا صلاح الدين. ربك دايما رب قلوب بيحب العبد اللي بيطلب، ولما لقى الملايين بيقولوا رجع لينا صلاح الدين سبحان حقق رغبته، ولقينا الارض بتنشق ولقينا فارس من نور وحصانه بيجري ويدور وفي ايده السيف المتعافى. استعجب وسألناه انت اسمك ايه؟ قال بالفصحى انا يا قومي صلاح الدين، قد احياني الله اليكم حين دعوتم ان يبعثني الله اليكم، ها انا ذا قد جئت اليكم، لكن نبئت باخبار عنكم سيئة للغاية. كيف رضيتم ان ينتهك الاقصى فيكم؟ كيف سمحتم للاعداء بهذا الامر؟ كيف قبلتم عيش الذلة بين الناس؟ اني مت وارض القدس مطهرة من كل خبيث، فتنازلتم أنتم عنه للأنجاس؟ لكن لا بأس، إني عدت وسنرجع جيش الإسلام وسنرجع جيش فلسطين. كان معكم الصقر الصعيدي الذي لا يخشى الوغى ويمن عند المغنمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حقيقة رأي حضرتك إيه؟ الله الله بحييك يا صقر، انت فاجئتنا على فكرة بحاجة جميلة جدا. شكر كبير لحضرتك، وأنا النهاردة سعيد جدا بلقاء مع حضرتك، وانا اشكر كل زمايلي واصحابي واشكر كل اهل الصعيد اللي انا انتمي منهم، انا اصلا صعيدي، اشكرهم جميعا على مساندتهم، واهلي اللي هم ساعدوني وسندوني، كل الشكر والتقدير والاحترام ليهم، وتشرفت بحضرتك. الوالد والوالده طبعا احنا كمان بنشكرهم، ولا يا استاذ مصطفى بنقول الوالد والوالده اللي برضه شاركوا في هذا الكيان الجميل. اهم حاجه في حياتي هم اللي بيسندوني واخواتي. بشكر حضرتك استاذ مصطفى، ونتمنى طبعا ان احنا نقدم حاجات كتير اجمل، ويا ريت حضرتك تحيي جمهورك بقى اللي بيشوفك النهارده. ما فيش اصلا حاجه اصلا، انا كنت اصلا ما كنت تحب نتكلم اكتر. طبعا احب اتكلم اكتر، لان بصراحه انا اسف جدا يعني، لان لسه اول مره اطلع على القناه. تمام، اول مره ولسه ما اتعودتش. بس احنا مش هنقدر ان احنا دي تكون اخر مره، اكيد احنا هنبقى مع بعض دايما باذن الله. لان اول مره بصراحه يعني عندي نوع من التوتر شويه بصراحه يعني. حقيقي والله على الهوا كده. على الهوا عادي جدا، ما تقصيش يعني بصراحه، مش مركز بس شويه. تمام، اتشرفت بحضرتك جدا، ان شاء الله المرات الجايه ده برنامجك ومكانك، واحنا سعداء ان مصر بخير، وكل الشخصيات اللي بتشرفنا وتستحق التكريم على دورها والنماذج الايجابيه. مصر جميله وفيها خير كتير قوي هنشوفه، واحنا كمان اللي هنعمل الحضاره والنجاح اللي احنا بنتمناه، ونشوف المستقبل اللي نرسمه بنفسنا. سعدت بلقائي بيكم، وانتظروني ان شاء الله الاسبوع اللي بعد القادم ولقاء حصري جديد مع غاده كرامه.